تمام الساعة 25 دقيقة. أهلا بكم في رأي الأغلبية. بغداد وأطراف هواية تكررت سالفة بور المي المكسور، ويقولون هل هاي المناطق الصخرة كبرت وسدت الشط. معود السالفة بالبوري لو بالمسؤول المباشر ما نعرف، وزارة البلديات لو أمانة بغداد لو محافظ بغداد لو وجهاء ونواب بغداد لو مقاول بغداد، بس أحسن إليك اشتري مي آرو أصلا متوفر، ويصيحون بالليل يصيحون بيه من الليل للنهار مي آرو مي آرو، وش بيه مي ستوتة؟ وإذا عندك فلوس زينة اشتري قنانة وبطل مي معدل، مي الحكومة ماكو، يتقطع ويقطع حتى النفس. يمعود جيب مضخة جديدة واسحب، شلون يجي مي بريحة؟ خاف صار اندماج ويا مي الصرف الصحي. زين هم مكسور، ليش دائما أنابيب الشبكتين الصرف الصحي والشروب يتكسران؟ وعلى طار الاندماج، هسه السلطة بيد أمين لو أمينة لو محافظ، منو اللي يتحكم بفلوس هاي العالم وفلوس بغداد؟ هسه واحد يصلح البور المكسور لو ما حد يصلحها. خلي نحسب إيش قد صاروا أمناء على بغداد وكم محافظ حكمها حتى الآن، 6 بـ8 لو 8 بـ6 لو 9 بـ10، بشنو الفائدة؟ الكل تريدها. وأكو جماعة تنازلت عن وزارتين وعدهم واحد بغداد مبغدد من عمه وخاله. يا أخي عوف المضخة، خليك على السجية يا معود، إذا انقطع سهلة. بشوف واسمع تصريحات مدير مي بغداد شي يقول. يقول مشروع الرصافة ما يغطي حاجة بغداد هاي السنة، يمكن بسببه صارت أمراض التهاب الكبد الفيروسي. شكو تريد تناشد براحتك، بس خليك بالبيت. لكن الناشد بوقفة جادة وجادة كلش مال أهلنا، وحقيقية وسريعة، وما بيها مجال يجيب المي للشرب مو للخابط والمناطق أطراف بغداد، بس ينقطع بوسط بغداد هماتين. لولا هسه فهمنا المناشدة لأطراف بغداد لو الوسطها ما يخالف، المناشدة خلي تكون سريعة وخالصة لوجه الله فقط. مي نقي صار حلم بعض المناطق في بغداد. نشوف المشكلة ويا مي البوري لو بور المي، ونرجع لكم ويا هذا الاستطلاع. لا مي موجود، لا كهرباء موجودة، لا خدمات موجودة، وهاي الشغلات تشوفونها بعيونكم انتم، بعد لا واحد يحمد لكم ولا واحد يسولف لكم، هات تشوفونها. لا مسؤولين بس مو ما يجون هنا، كل من على صويحبه وعلى ربعه. احنا نريد ميزانية النهروان، ايش قد اعطوها ووين راحت؟ وين مشت؟ يعني اهل اخذها غير يحاسبونهم مثلا مجلس البلدي، احنا بقناها الشعب، يعني هذا النهروان باقوها، مجاري قالوا، تبليط قالوا، حطونا جسور ذني شوفين بس رايات عليهن سود، ها عيني، حتى ما حد يعبر عليهن. مي ما عندنا بالمنطقه كلش، حاله ضيم حالنا والله العظيم. هاي انا كل ما اروح من اخذ الميه والله نذول نغسل بها، هاي كل شيء ماكو مي بالضيم. شوف هاي الزباله بالبيوت، كفي لك الحسين، كان جريذي ما بيه، هسه جريذيه بالبيوت، الطب تطلع بالمطابخ، كل جريذي قد العتوي، مين؟ من ورا الزباله والخدمات ماكو. هاي شو اسمه؟ البير ماكو. دار ماي ماكو. بياره والله ماي ماكو. ايش بيكون من البير؟ اي بير. بالماي وحارس صخصله. المي عندنا يعني مو مشكله، طرقاعه، قضيه ما تنحل. المسؤولين اللي عندنا اكثر من مسؤولين عاصمه بغداد، يعني احنا منطقه الالفين، كل 10 ايام يلا يجينا مي، يعني البارحه ضخونا مي. ثق بعلي البارحه المي جانا طين. المسؤولين احنا خلينا نرجع للمسؤولين، مسؤولين عندنا اكثر يعني لا تعد مسؤولين عندنا لا تعد. وينهم؟ مي ما ادري شو اسوي له، وين اروح؟ عندنا بول هنا جايبين لنا كل 10 ايام 15 يوم بوله هالقد ما يسعد الحاله، ما يكف. احنا من اخر الناس، يجي من اخر الناس يوصل لنا ما يوصل. هاي مشكله الماي. الماي كل 15 يوم 10 يجينا يخبل من دياله ريحته تقتل، حتى ما ينسبح بيه مو ما نشرب بيه. كله جاي نشتري ماي ارو بثلاث يجينا هذا بالدنكر ب 5000 دينار تانكي، الله يرضى محمد. احنا كل 10 ايام يجينا يوم ونص ساعه، نص ساعه احنا نترسلنا ماي، يعني الحكومه ما تباوع علينا؟ احنا مو بشر حيوانات عندهم؟ لو بس يحطون بجيوبهم ويلقفون. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى في راي الاغلبيه. انوه حول حلقه يوم اول امس، طبعا شكرا لجميع الاخوه المتصلين اللي اتصلوا بينا بحلقه اللي كانت مخصصه حول الصيدليات وجشع الصيدليات. لكن كان عندنا اتصال من أحد الأخوة المواطنين، مالك
كان هذا الرجل مصاب بمرض وما عنده إمكانية أن يروح يشتري الدواء، لكن من خلال البرنامج اتصلوا بينا مجموعة من الأخوان الطيبين حقيقة ورادوا رقم تليفون مالك. أتمنى من مالك أن يتصل بينا حتى أخذ رقم تليفونه وأسيفه، لأن يعني الأخوة اللي سمعوا اتصالك تكفلوا بعلاجك وتكفلوا بكل الأمور الطبية اللي أنت محتاجها. فأتمنى من مالك إذا يسمعني أن يتصل بي مرة أخرى، وأي شخص يعني عنده علاقة بمالك أو يعرفه أن يبلغ، لأن حقيقة الأخوة منتظرينا قبل يومين. طبعا جدا آسفين أنه حلقة البارحة ما كانت موجودة وما كنا معاكم ونسمع على مشاكلكم لظرف شخصي، لكن أوعدكم بالأيام المقبلة راح تكون مشاكلكم والاهتمام بها على رأس قائمتنا ومهامنا وأولوياتنا. طبعا أريد أسأل، يحق لنا ننتقد لو الانتقاد بس يكون بيناتهم والمواطن مغلوب على أمره؟ طبعا راتبنا هو من المواطن وإحنا نمثل المواطن لأن إحنا بدنا ناخذ من فلوسه. أنت شعليك تهني رئيس الجابون بالعيد الوطني وتدعو إلى الإسراع الجاد بإنجاز مشروع الحل الدائم لمناطق أطراف بغداد وشحة مي مستمرة من سنين وماكو حلول، ومثل ما يكتبون ناجعة. يعني شنو ناجعة؟ مطالبات كل صيف توصل للذروة وتطلع تظاهرات العطاشة ويتجمعون وما مش بمامش يا ميزان الذهب وكل شي ماكو. أطراف العاصمة بغداد تئن صباحا ومساء، مي ماكو. عندنا اتصال هاتفي. مساء الخير. السلام عليكم. والله عليكم السلام. الاسم الكريم فاروق كامل بدر من محافظة بادن. الاسم الكريم فاروق كاظم بدر من محافظة بابل. فاروق كاظم اهلا بيك وكل اهلنا ببابل. شلونك فاروق؟ شنو مشكلتك يا فاروق؟ سولف لي. والله مشكلتنا احنا فرحنا انه خلونا محطة على مشروع المسيل. طبعا انا اسكن المسيل منطقة ابو الجاسم. هاي المحطة يعني جابونا اياها اذية للانابيب مالتنا. يعني احنا كل 3 أشهر 4 أشهر لازم نأسس جديد من وراء الطحالب ومن وراء الوساخة ومي لا يصلح حتى تكرم للحيوانات. والله العظيم خاطبنا أبو المسيب ما شنو بحنا له ماكو فائدة. خاطبتو يعني أنا أتمنى خاطبتو مشروع المسيب؟ أي والله أتمنى أن تطلع لجنة عليها. يعني هاي أبدتنا. شنو كان جوابه فاروق؟ شنو كان جوابه بعد المخاطبة؟ والله يقول على أساس بالبداية ما تابع عائلي ما أعرف شنو كذا. ماكو مشاريع؟ لا يعني هي هاي محطة خلوا بيها موظفين من الرسالة والمي يا أخي سر الحياة. يعني إذا واحد ما يشرب مي نظيف يتدمر. والله يتدمر. وخلي تطلع يا أخي، خلي تطلع لجنة من إسالة، خلي يشوفون هذا. فاروق تسمعني؟ طبعا أناني يعني علاقتي اليوم كانت على أطراف بغداد بس، لكن طلعت متوهم يعني كل محافظات العراق ما بيها مي. لا كل محافظات العراق قدم لك وكل محافظات العراق مي. يعني ما اعرف ان هذه الجزئيه شلون عبرتني ما اعرف. يا ريت يعني مع الاسف بزمن اللي ما قبل 2003 تتذكر الجزء انت وما تتذكر كنا والله نشرب من البوري ماكو لا مي بيع ولا هاي ولا هاي. للاسف يعني هاي الصرفيات اللي صرفوها تروح حذر للفاسدين. والله العظيم مع الاسف يعني والله. أنا جدا أشكرك فاروق، تحياتي إليك والكل أهلنا في محافظة واسط. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو مساء الخير. مساء الخير. حياك الله. إن شاء الله بخير وصحة. الله يبارك بيك. الاسم الكريم. أنا ريال محمد من الديوانية. محمد من الديوانية، شو أخبارها أنت بالديوانية محمد؟ والله الديوانية بخير إن شاء الله. بالنسبة لحلقتكم اليوم حول المياه، الله يديم خيرها. شنو مشكلتك محمد ويا المي؟ عند الديوانية ما بيها مي؟ الديوانية لا خير بيها مي، لكن احنا اكو شغلة اللي بنأكد عليها. تفضل. بالنسبة للماء اللي ينتج الآن
يعني الماء الصافي اللي ينتج ينضخ ينضخ للمدن الراقيه. الكميات اللي تنتج كميات هائله. بس محمد بس عيد الكلام ما سمعتك زين. بالنسبه للماء اللي ينتج المشايخ هناك. اي. تنتج كميات كبيره جدا. لكن احيانا هاي الكميات الاطراف المدن ما توصل. اطراف المدن ما توصل اي. نعم السبب التصرف مواطننا يعني العراقي. تجاوزات على الشبكه تجاوزات خطيره. خصوصا بالمناطق الزراعيه يعني ممكن بالمدينه يسيطر لكن بالمناطق الزراعيه. يعني محمد هذه المناطق باطراف المدن اطلاقا ما يوصل لها ماي؟ يوصل لها ماء لكن الماء ما يوصلها بشكل مستمر، يعني دائما تكون اكو شحة مالية. وخصوصا فصل الصيف يعني شهر السادس والسابع والثامن. زين شلون تعالجون هذه المشكلة؟ شلون تعالجون؟ يعني المعالجة دوائر الماء معالات شديدة يطلعون يحصلون تجاوزات، أحيانا في التجاوز يعني كثر في الأنبوب الناقل. مناطق زراعية يعني يكسر. ولا اذا ما استطاعوا ان يوصلون الماء بشكل مباشر يستعينون بالسيارات الحوضيه. واكو فد معالاه يعني صعبه على طلب منهم. الله يكون في عونكم محمد. معالات يعني نطلب طبعا دائره الميه دائره خدميه صرفه سابعه الى وزاره البلديات. محمد ان شاء يعني ان شاء الله انه هذا يعني هاي شكواك نطرحها مع الجهات ذات العلاقة ونوصل إلى حلول مرضية ومن عيونة الدلل. محمد ناخذ اتصال هاتفي آخر. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. اسم الكريم. الشيخ أبو مهند المهادي من منطقة الحسينية الراشدية. والنعم من أبو مهند. شو أخبارك أبو مهند؟ الله يرضى عليك تاج راسي والنعم منك. احنا يعني حقيقة الناس وتوسطوا ويمي واجوا ويمي قالوا اريدك تخابر هذا البرنامج حقيقه منطقه ال 24 الضباط هاي تصير بدايه منطقه الحسينيه. شو اسمها ابو مهند؟ منطقه الضباط الحسينيه. منطقه الحسينيه الضباط 24 حسينيه الراشديه. ايش بيها هذه المنطقه؟ سولف لي. انا اناجدك باسم العوائل الشهداء والايتام. ما لهم غير الله وانت وجواك حمدان النائب مال الحسينيه. يجي يزورني ويسلم علي ويحضر بالمنطقه والناس تشكيلي. 4 سنوات فرع زقاق ما في كهرباء وطنيه. 4 سنوات جت الكهرباء شالوا المحوله وراحت الجهه مجهوله. وعلى يا ابو انتو راح نجيب لكم جديده وليومك. هاي العوائل اضطرت تسحب من المنطقه القباله. شالوا الكيبلات، الكابل المسحوب من فوق الميزانيه فوق الكهرباء راح غير منطقه قبالهم وسحبوه منه. والاسلاك موجوده بباب الحوش والديوله ما بها وطنيه. يعني حتى بالرشيد والناس ابو مهند يعني هذه المنطقه ما بها كهرباء. اهل هذه المنطقه مدوا اسلاك للمنطقه الاخرى حتى يسحبون من عندها، مو صحيح؟ هيك فهمت من كلامك؟ قلبك من المنطقه لقبالهم. اي بعدين شو سووا؟ قطعوه؟ لا الان من تجي الوطنيه تجي الرئيسه لان ماخذين من منطقه لقبالهم. اي وهم محرومين الاسلاك فوق بيوتهم وسيوله موجوده وشعلوا المحوله. ليش شلت المحاولة وقطعت الكهرباء على هذا الزقاق؟ والناس اضطرت تاخذ من غير منطقه، شنو السبب؟ هسه من اتصلنا بهم؟ والله انتم اكو مشروع انت ليش المشروع الجديد سويته هسه؟ ليش المحوله شلتها وين وديتها؟ صح الله يخليك. نريد تدقيق ومتابع عن طريق النائب، الرجل طيب هذا الله شاهد وقايم مقام انسان خدوم. وهو هذا القايم المقام حسام السعدي كان بالكهرباء مترشح للقايم مقام لاخلاصه. الله شاهد اني شيخ ابو مهند البهادي لا تملكا ولا عندنا شر منه. تعب الوحده يبعد على المحوله يشتغل بها وينزل باقي المناطق شخصيا انا شايفه. هو والنائب اريد من الله منك نسد التليفون تشرح تتصل بجوال حمدان النائب وتقول له هاي المنطقه وهذا العنوان والناس صار 4 سنوات. من عيوني ابو مهند. من عيوني تحياتي لك ولكل اهلنا بمنطقه الحسينيه. وان شاء الله يا رب انه هذه الملاحظات مالتك وهذه الشكاوى راح توصل لهم باذن الله. انا جدا اشكرك ابو مهند. عندنا اتصال اخر. مساء الخير.
السلام عليكم. عليكم السلام، اسمي الكريم. رازم شاكر من محافظة بابل. حي الله بيك رافد، شو أخبارك رافد؟ والله خير من الله، عندنا مشكلة صغيرة رحمه الوالدي. تفضل، ايش عجب شو صغيرة هالمرة، ايش عجب مو كبيرة؟ يابا هي هسه صغيرة ما محلولة، تنحلت كبيرة. كبيرة، يلا قول رافد، سالف. عندنا طريق 20 كيلو يربط الحمزة بالشومالي. يربط الحمزة بالشومالي، إيه؟ تدري ايش قد صار المقاول ماخذه يشتغل بيه؟ ايش قد؟ 8 سنوات. يعني لو كل سنة يكمل كيلو هسه كمل. على قولتك لو كل سنة يكمل كيلو هسه كمل. الله وكيلك، يعني 8 سنوات ما كامل لحد الآن. يعني هو سايد، هو هسه انه رافد هو رافد، أنت تعرف اليوم يعني عنوان حلقتي يعني يتحدث عن الماء الصالح للشرب، تعرف؟ نعم الادربي، ادربي صحيح. بس هذا حقك، اوكي حقك، اوكي انت تطرح مشكلتك، هذا حقك. بس هي مشكله يعني وين؟ لا 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 لا، انا واجبي اسمعك. اي والله وتدلل وان شاء الله. يعني اتمنى توصلونها لوزاره الاعمار والسكان. بس هو بس رافد يربط الحمزه بالشومالي مو صحيح؟ اي هو سايد ثاني طريق زوار. يعني وشغلته تعبان، احنا سايد واحد ما معقوله هاي العمر كله يبقى سايد واحد، وهذا 8 سنوات صاير ماخذ المقاول وما مكمله. صح. يجي يشتغل كيلو ويتركه 5 سنوات 6، يجي يكمل الكيلو الثاني. طيب ان شاء الله يعني رافد. ما تعرف يا اهل وراه يا اهل قدامه المن تابع ما تدري. ان شاء الله رافد. رافدان جدا اشكرك، يعني عندي اتصالات جدا كثيره، ناخذ اتصال. مساء الخير. عندنا اتصال هاتفي سيد المخرج. باسمة، مساء الخير باسمة. السلام عليكم استاذ، شلونك؟ عليكم السلام، اهلا باسمة. الله يسلمك استاذ، انا دخيلة على هو على ابو الحسن عليك، ما حد يحل مشكلة ثم غيرك. تأمرين امر، تأمرين امر خيتي، سولفي. يابا انا قبل بحبك الشيخ. بس على كيفك باسمة، باسمة انت شوية فايتة يعني. انا حصلت كل حسين. من محافظة كربلاء قباط ويريج. باسمة بس شوية اهدي اهدي وحتى افهم شنو مشكلتك، اوكي؟ اي استاذ ماكو، انا احنا عندنا قاط ويريج. باسمة منين؟ باسمة استاذ انت منين؟ من يا محافظة؟ محافظة كربلاء قباط ويريج. كربلاء قباط ويريج، اوكي. اي سولفي باسمة. استاذ احنا عندنا قاع بطويريج. عندكم قاع بطويريج؟ طابو زراعي قامت عليها وحده تشتغل بالطابو اسمها سعاد فاضل شرميخ، زورتها واخذتها تحت حكومه المالكي وموطتنا كل شيء من عتها. بس بس باسمه 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 استاذ بس اهدي حتى افهم منك، لان كل شيء ما جاي افهم. اللي فهمته انه عندكم قاع بطويريج مو صحيح؟ طابو زراعي. اي شنو المشكله؟ المشكله اللي اناك وحده ما تهتم بطويريج اسمها سعاد فاضل شرميخ قدام. هسه بدون ذكر اسامي، بدون ذكر اسامي باسمه، هذه بعدين اخذها من عندك تفاصيل. اي واخذتها من عندنا من 2006 وهسه طلعت القاع باسم حبوبتي حسن جاره عيد علوان، القاع طلعت باسمها وهسه ما جرت الطينه والمحامي طلب من عندنا 10 ملايين واحنا عائله فقره وكنا عايشين على الله على هالقاع. ايه؟ واخذتها من عندنا. واريد من عندكم توصل صوتي لمصطفى الكاظم، الله يخليك استاذ ويحفظك، توصل صوتي واريد وقتكم وياي. وقعنا راحت من عندنا كلها سوتها بيوت ليش؟ تأمرين مصار وكان وشجر كله شلعته، يعني حتى الله ما يقبل بي نخله تحشيلها 20 وزنه. باسمه سمعيني خيتي سمعيني، تعرفين انتوا انه عنوان حلقه اليوم حول الماء الصالح للشرب، لكن اتمنى من عندك انه هذا حقك، تطرحين مشكلتك حقك، هذا والقاع حقك وقاعك، هذه تبقين مع الزملاء بالكنترول والاخوه بالعلاقات ياخذون رقم تليفونك ويتصلون بيك ويفتهمون من عندك اكثر، اوكي؟ اي استاذ اول خليك لا تعوفنا وجات موقع، يعني القاع تسوالها مليار ثالث كلها من عندنا واخذته ودمرتنا ما خلت بينا وخلت ام النار واللي تبكي على قاحه. الله يخليك استاذ. تأمرين باسمة تأمرين اخت عزيزة وتدللين، ما يكون خاطرك الا طيب. جدا اشكرك باسمة. اتصال اخر، مساء الخير. وين استاذ؟ شلونك استاذ؟ اسمي الكريم؟ ابو غازي ابو غازي ابو غازي الرديني. اهلا وسهلا بك وحياك الله وبياك. حيا الله نباك. شنو مشكلتك ابو غازي؟
العطش المي المي هذا الصيف كله ماكو مي. قضاء الزوراء الجديد منطقة المعامل. تسمعني استاذ؟ اسمعك. يتفضل كمل. الحسينية القديمة، المعامل القديمة، والسعادة والكرامة، شعورة شعورة بيها ماي الحسينية، شعورة وجدر، شعورة وجدر بيها ماي ولا ما بيها؟ بيها المجمع بنصها. انا اعتقد ابو غازي اعتقد هذا الاسم مال شاعوره وجدر، يمكن هسه اطرح عليهم يمكن حتى ما يعرفون اكو منطقه اسمها شاعوره وجدر. شبيها اعتقد يمكن حتى ما يعرفون اكو منطقه اسمها شاعوره وجدر، هسه اذا نخبر المسؤولين عن هذا الموضوع. لا والله يعرفوها زين، يعرفوها. شلون ما يعرفوها؟ والله كلهم يعرفوها لكن ناسينا. ناسيها؟ مو بالحسبان ناسيها. اي والله ناسينا والله. هذا الصيف كله ماكو مي استاذ، قسم المنطقه فايفه فيضان وقسم ما شايفه قطره مي. زين شلون عليك هذا الموضوع على المي الارو؟ لا هي المي ارو غسل وتشحيم وتجاوزات وما حد بحالنا. بس احنا نريد من مدير مي بغداد والسيد المحافظ يطلع على هاي التجاوز مال الغسل، حدث بلا حرج الغسل والعالم كاتل على العطش. والله استاذ الريس فجحتك ان شاء الله. ان شاء الله انه ابو غازي يعني هذه مناشدتك وملاحظاتك ان شاء الله يعني بعد قليل يكون عندنا اتصال مع الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع ونطرح شكواك إن شاء الله. أنا جدا شاكر اتصالك. ناخذ اتصال آخر. لو مساء الخير. المهندس رعد خيري مدير ماء بغداد، مساء الخير. سيد رعد العافيه على الاستاذ، يا مرحبا وسهلا بكم. سيد رعد سمعت شكوى اهلنا وناسنا شلون متذمرين من سالفه المي ومدى يوصلهم، واكو مناطق اصلا مدى يوصل لها مي، يعني ليش هذه ليش هذه يعني هذه الجزئيه انه المناطق باطراف العاصمه بغداد ما يوصل لها مي، شنو السبب؟ فهمني. بدي اقف على العله وياك. حاضر بخدمتك. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة نحن نعاني سنويا وخاصة في موسم الصيف من شحة في قطاع الماء ترافقها دائما سوء في وضعية الكهرباء الوطنية. في هذا العام الحقيقة بدأت خطوط الكهرباء الوطنية انقطاعات مستمرة، وخاصة وحتى خطوط المستثنات أي المرفوعة من القطع المبرمج والخاصة بالمشاريع. طيب سيد رعد لعد، والسنوات السابقة شلون بيها؟ كانت الكهرباء جدا يعني مستمرة وزينة. لا لا احنا سنويا استاذي اذا تراقب الاربع سنوات انت تحكي لي على الوقت الحاضر. لا انا احكي لك على السنوات الماضية، بس بهذا العام في الحقيقة وضعية الكهرباء سيئة جدا. لأن في السنوات الماضية كانت هناك استثناءات للخطوط الكهربائية الخاصة بمشاريع الماء المستثناء من القطع المبرمج. هذا العام حتى الخطوط المستثناء دخلت ضمن القطع المبرمج، القطع غير نظامي. في الحقيقة منظومات توليد الكهرباء الاحتياط وهي المولدات لا يمكن تشغيلها إلا بساعات بعدد ساعات محدد. طيب لسببه. زين مو لازم تكون عندكم خطه بديله؟ شنو خطتكم البديله؟ الحقيقه هناك خطط بديله. شنو هاي الخطه؟ منها اولا هناك عده مشاريع احيلت ومنذ سنوات، هي مشاريع استراتيجيه ومركزيه لمعالجه الشحه في عموم حزام. سيد رعد انا هذا الكلام الانشاء انا ما احتاج، اريدك تقول لي شنو الخطه الجديده اللي مسويها. استاذي بس اسمح لي خلني ابين لك اوضح لك الصوره حتى المواطن يفهم من خلال قناتكم العزيزه. هناك عده مشاريع استاذي، هناك عده مشاريع محاله من قبل وزاره الاسكان والعمار وايضا مجموعه مشاريع محاله من محافظه بغداد. هذه المشاريع حلت منذ سنوات، اي منذ عام 2011 و 2012. هناك هذه المشاريع هي مشاريع مركزيه لحل الازمه. المشاريع اللي تشرف عليها مديريه ماء محافظه بغداد هي عباره عن مشاريع قديمه ومجمعات مائيه ما تدعى بالكومباكت يونت. طيب المشاريع منجزه
ودخلت في الخدمه منذ الثمانينات والسبعينات، وهي بكل الاحوال لا تلائم السعه السكانيه والعدد السكاني الموجود في اعدام بغداد والذي يكون بازدياد مستمر. احنا كمديريه ماء محافظه بغداد نحاول بكل جهدنا من خلال عمل محطات تجميع وضخ اعاده ضخ استخدام كافه الاليات اللي عائده لمديريه الماء. الحقيقه هناك ايضا معضله اساسيه، لان مقومات تصنيع صناعه الماء تقوم على ثلاث اشياء: الاول مصدر الماء الخام في النهر، الثاني توفر طاقه كهربائيه مستمره، والثالث مشروع مركزي ناجح. الحقيقه اي خلل في اي جزء من هذه الاجزاء الثلاثه شو ادي استاذي؟ يؤدي الى خلل في الانتاج. انا من طرحت موضوع المولدات. زين طيب زين سيد رعد، يعني سيد رعد اذا انتم تعرفون المشكله ومشخصين ومشخصيها، طيب ما صار عندكم تنسيق بين وزاره الكهرباء حتى تفضون هذه السالفه؟ والله يا استاذي في لقاءات مستمره، في اجتماعات مستمره. السيد المحافظ مع السيد وزير الكهرباء اكثر من اجتماع. طيب. السيد المحافظ والسيد نائب رئيس مجلس النواب، وانا كنت حاضر في هذا الاجتماع. دعينا السيد مدير كهرباء مدير شركة كهرباء بغداد. طيب. اجتماع قبل أسبوعين. وهناك تعهدات أطلقت بأن تكون مشاريع الماء لها الأولوية في. وينها وينها سيد رعد هذه التعهدات وينها؟ والله يا أستاذ قل لي السبب وين. قل لي السبب وين. خلي أحكي لك واقع الحال. أحكي لي واقع. لا. طيب. لا يوجد أي تعاون، لا يوجد أي تعاون فعلي على واقع الحال. أنا عندي مناطق في حزام بغداد منها جنوب وجنوب شرق بغداد اللي هي مناطق قضاء المدائن وخاصة في النهروان والمعابد. سيد رعد بس أتوقف وياك عند نقطة جدا مهمة. تعاون تعاون ماكو من ياجها وياكم من الدوائر الاتحادية أستاذي. أنا راح أحكيها صراحة. إذا زعلوا علي خلي يزعلون. لا ليش 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 تزعل من الحقيقة؟ سولف. أنا كمدير ماء بغداد ومهندس في ماء بغداد وكمواطن عراقي سواء كانت في حزام بغداد او حتى اذا اجريت اتصال ويا الساده في امانه بغداد فيما يخص داخل العاصمه، لان هناك اتصالات تصلني انا شخصيا من داخل العاصمه يعانون نفس الوضع. الوضع كله متركز على نقطه اساسيه خاصه في موسم الصيف اللي هي موضوع الكهرباء. احنا بالمولدات خلي نكون واضحين امامكم، المولده اكبر مولده تمتلكها مديريه ماء بغداد هي ميجا وربع 1250 كيلو فولت. اقل مشروع مركزي استاذي، اقل مشروع مركزي يحتاج الى 2.5 ميجا. حتى لو استخدمت يعني مولدات اثنين، كل مشروع مولدات اثنين او اكثر. احسنت استاذي. موضوع الوقود احنا تدرون احنا قطعنا حكومي مع وزاره النفط، وزاره النفط العالم عندهم سيستم عمل واضح، كل سنه يطلعون بدايه السنه يقيمون الاليات والمعدات الخاصه اي المولدات بالمشاريع ويحددون الكميه. لا نستطيع التجاوز، طبعا احنا تجاوزنا في بعض المناطق اللي وضعيه الماء بها جيده او حسنه او خلينا نقول لا باس بها، حولنا حصصها من الوقود للمناطق اللي وضعيه الكهرباء بها سيئه جدا. احنا هذه المشاريع استاذي، المشاريع الاستراتيجيه اللي طرقتها وحضرتك مداخلتك كانت جيده على الوزارات الاتحاديه، وزاره الاسكان والاعمار. زين سيد رعد، سيد رعد برايك هذا التقصير مقصود؟ استاذي راح ما اعزي الى التقصد قد ما اعزي الى الاهمال وعدم المتابعه الجديه. بس قول لي مقصود ولا مو مقصود؟ لا ما اعزي الى انه مقصود، يعني ماكو واحد مو هسه انت تقول انه ماكو تعاون من وزاره الكهرباء او ماكو تعاون من وزاره النفط. ماكو متابعه، احنا لو عندنا غرفه عمليات خلينا نحكي واقع حال، غرفه عمليات فعليه خاصه قبل موسم الصيف اللي هو احنا اذا تلاحظ سيادتك عندنا ازمتين، ازمه في موسم الشتاء بسبب قدم مشاريع المجاري، وازمه في موسم الصيف. الله يا سيد رعد احنا مو بالشتاء، احنا على طول السنه عندنا ازمه، احنا ازمتنا بالدقائق تكون موجوده. نعم انا وياك، بس كواقع حال الاحتياج الفعلي للمواطن استاذي، احتياج الفعلي للمواطن. سيد رعد انا طبعا جدا اعتذر يعني الوقت المخصص للبرنامج. سؤال اخير واتمنى الجواب على عجاله وباختصار. مشاريعكم المستقبليه انيه وقتيه لو طويله المدى؟ الحقيقه كل
كل أني مشاريع كمديرية ما بغداد راح أحكي لك، أو تريد أحكي لك بصورة عامة؟ بس هاي النقطة لا سمعت لي. أحكي لك بصورة عامة. بصورة عامة إحنا عندنا خطة مقدمة ومرفوعة ودخلت حيز التنفيذ تحت إشراف الوزارات، موجودة مشاريع استراتيجية المفروض قبل 5 سنوات تنجز وتنتهي أزمة الماء في حزام بغداد. يعني أخذ منك بعد 5 سنوات يلا تطبق؟ والله إذا ظل الوضع هيك إيه؟ وعدم وجود متابعة وجدية من قبل الدوائر المشرفة على المشاريع، أنا كمواطن عراقي دعك مني كمدير مع بغداد إيه؟ لا مو 5 سنوات ما راح يصير حل الظاهر، ما راح يصير حل الأزمة الخدمات إذا ظل الوضع والمتابعة من قبل الدوائر المشرفة على المشاريع هيك. أنا جدا أشكرك سيد رعد مدير ماء بغداد لهذه صراحتك ومعلوماتك الدقيقة، وشاكر أيضا جميع المتصلين. إن شاء الله أشوفكم باكر الساعة 5 بنفس التوقيت، في أمان الله.